مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هادي في الملعب. طبعا انا قبل ما اتكلم في اي شيء، طبعا انا بنعي صديقي اسره صديقي حماده نادي، هو توفى النهارده. حماده ده كان شخص من الاقارب جدا ليا، كان شخص صديق جدا، يعني صاحبي في كل حاجه. توفى النهارده شاب ما هوش كبير ولا حاجة، عنده 30 سنة. هو ما كانش عنده أي حاجة، كان زي الفل، ما كانش في أي حاجة. فجأة كده جاله مرض في فترة صغيرة جدا، حاجة على المخ، ما كملش تقريبا أسبوع ودخل المستشفى. توفى النهاردة. يعني أنا لما سمعت الخبر يعني ده شيء حزين جدا جدا جدا. طبعا اللي احنا كنا عارضين الفيديو ليه دلوقتي ده هو حمادة. حمادة ده قصته كبيرة جدا معايا، صديقي من طفولتي. حمادة ده بالمعنى انا هقول عليه بطل كافح، وصل لمراحل او وصل لحاجات كتير جدا، ووصل لجزء بس من احلامه كان مفتخر بيها. الشخص ده يا جماعة انا كنت بفتخر بيه جدا، يعني انا كنت كان بيحمسني في اي قرار عايز اخده، كان بيرفع من معنوياتي، كان بيقف جنبي في اي مشوار عايز اتخذ لقراره. طبعا انا حزين جدا وزعلان جدا على صديقي، من المقربين جدا جدا ليا، كنا على طول لحظه بلحظه مع بعض. حماده كان لاعب كوره ممتاز، كان لاعب كوره ممتاز جدا، وكان شغال في الفوتوشوب برضه، وكان شغال، كان بيهاوي التصوير، وكان معاه كاميرا، كان يحب دايما مجال التصوير. الأسبوع الماضي كان طبعا ربنا رزقه بطفل، هو طفل لسه رزقه بطفل من أسبوع، عمل عقيقة، وطبعا دعا لجميع الأهالي والأقارب ليه، وكان لسه من أسبوع وكان صحته كويسة جدا وما كانش في أي مشكلة. وطبعا يعني أنا شخصيا كان يوم ده كان يوم خميس كان عندي حلقة، طبعا هو كلمني. أنا زعلت جدا إن أنا ما رحتوش، أنا بقالي فعلا حوالي أسبوعين ما شفتوش. كان على الاقل لو شفته كان برضو كان ساب لي ذكرى في اليوم ده. انا ما روحتش، كان اليوم ده يعني كان عندي طبعا حلقه، ما كنتش هلحق ان انا اجي الحلقه فاعتذرت له. فحماده ده من اعز الاصدقاء ليا يا جماعه، يعني انا لو هتكلم من هنا لبكره انا مش هكافي كلام لحماده. شخص جميل جدا من جوه، الناس كلها تحبه، زعل ناس كتير جدا طبعا بخبر وفاته. يعني انا يعني هو عنده طفل غير الطفل، عنده طفل غير الطفل اللي جاء الاسبوع اللي فات، يعني هو في طفل كمان عنده حوالي 3 سنين تقريبا او 4 سنين، وطبعا يعني الطفل اللي جاء الاسبوع اللي فات وعمل له عقيقة. فطبعا يعني انا ده شيء حزين جدا. معانا طيب مداخلة تليفونية، معانا الفنانة اسرار. اهلا يا فنانة. اهلا، مساء الخير عليك يا هادي، ازيك؟ مساء النور. ازيك يا هادي، اخبارك؟ انت اخبارك ايه يا فنانه؟ الله يخليك، انت عارف متابعين دايما برنامجك، لان بيرنزل على طول بعد البرنامج بتاعي، طبعا فبحس بجد ان انت دايما بتقدم الجديد، يعني مهمه جدا للشباب والكوره، لازم انت يعني انت عارف الرياضه مهمه جدا للشباب. طبعا طبعا، وانت اكيد طبعا بتحب الرياضه، وانا عشان أكيد. كده ده بيبقى شرف ليا انك انت بتعملي معايا مداخلات في البرنامج بتاعي يا فنانه. الله يخليك يا هادي، الله وبرنامج يخليك. وبرنامج حضرتك من البرامج المشهوره في القناه، وفعلا يعني من الناس اللي من البرامج اللي بتاخد اكبر مشاهده على مستوى القناه واليوتيوب. اشكرك يا هادي، اشكرك طبعا على الكومبليمنت الجميل ده منك، اشكرك طبعا. انا دلوقتي بسجل في الاستوديو طبعا اغنيه معايا المطرب الجميل ناصر فكري، ان شاء الله هيكون ضيف عندك او عندي باذن يعني، الله حد من الصوت الجميله اللي مش واخد حقها برضو. طبعا فبنعمل حاجه كده برضو يعني معموله لعيد الاعياد الجايه بتاعت سينا واكتوبر، فاحنا شغالين في الاستوديو. طبعا 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 انا بقول لك البقاء لله لحماده، طبعا طبعا انا عارفه قريت على الفيس ان عندك البقاء طبعا. لله، طبعا هي دوام شكرا. لله، الحمد يعني لله، الله يرحمه ويصبر اسرته ويصبرك يا هادي، ربنا يكرمك. شكرا شكرا. الله يخليك، الله يخليك. انت اهم طبعا حاجه، بس طبعا عندنا تمرين بكره لشادي، تكون ما عرفهاش شادي انه هيبقى معانا في التمرين بكره. ده كده على الهواء بتتكلم كده قدام الناس على الهواء؟ عادي. ان شاء الله طبعا ان شاء الله احنا يعني. عايزين نسمع حاجه منك كده لاسره حماده، ممكن؟
حماس طبعا هيشاركني. طبعا انا حابه اقدم الصوت الجميل الاستاذ ناصر فكري الفنان الجميل طبعًا ده طبعا يعني بيحضر اغنيه ليه جميله طبعا، ومعانا فوق بريت شغالين فيه دلوقتي في الاستوديو، احنا حاليا في الاستوديو طبعا. فممكن هو انا يعني حابب هو يسلم عليك وعلى اسر البرنامج طبعا كابتن نادي، شرفنا طبعا، هيسلم عليك معايا وانا هكمل. فهو هيقول حاجه طبعا منه اهداء وخالص العزاء للاستاذ طبعا. سامعك الاستاذ ناصر فكري. تمام اتفضل. استاذ ناصر خير يا حبيب قلبي. حبيبي يا فنان. ازاي حضرتك حبيبي. يا حبيبي انت اخبارك يا فنان؟ على فكره البرنامج بتاعك يا شادي ايه الحلاوه وايه الجمال. حبيبي ده انت هنا كمان هتنورنا وهتحلي البرنامج اكتر. ربنا يا حبيبي ما يحرمنا منك يا رب. حبيبي يا استاذ انت اخبارك ايه حضرتك؟ طمنا عليك. انت اكيد هتنورنا هنا قريب باذن الله. ربنا يخليك ليا يا حبيبي يا رب. حبيبي عايزين نسمع بقى صوتك الجميل يا حبيب قلبي. انا بهدلكوا حاجه دلوقتي يعني اقول كده، معلش سامحني بقى اقول حاجه حزينه كده شويه. طبعا اتفضل. الطيبين راحوا والمخلصين راحوا واحننا افراحهم يا دنيا لي راحهم كان أجل حاجة في دنيتي كان عمري كله كان يبقى عارف شكوتي من غير ما أقوله كان أغلى حاجة في دنيتي كان عمري كله كان يبقى عارف شكوتي من غير ما أقوله كان يبقى طاير من الفرح من حبه فيا لو غبت ثانية عن عينيه يقلق عليا كانت أحلى لحظة لما إيه بتطبطب عليا الطيبين راحوا والمخلصين راحوا وأحننا أسرحوا يا دنيا ليه ليه حبيب قلبي. انا سامح لو كان الموضوع مؤثر طبعا شوية. انا بشكرك بجد معاك النجمه الجميله. بشكرك بجد يا استاذ ناصر، ودي حاجه ممتعه بجد لينا وحاجه من هدايه برضو لاسره. انا يا حبيب قلبي من قلبي بقدم يعني تعزيه ومواساه لاسره الفقيد ولاسره الفقيد صبر السلواني. حبيب قلبي انت حبيبي يا استاذ ناصر ودايما موجود معاكم يا رب ودايما منورين. انتم منورين على فكره الدنيا كلها. حبيبي يا استاذ ناصر الف شكر يا باشا، ان شاء الله تنورنا هنا باذن الله. ده شرف كبير لينا كلنا. حبيبي يا باشا ربنا يكرمك. الاستاذه الكبيره الجميله معاك يا تسلم تسلم حبيبي. هادي طبعا بعد الكلام اللي قاله ناصر انا مش هقدر اقول حاجه كفايه ان انا طبعاً يعني بقدم ما فيش. الاستاذ ناصر غني عن التعريف طبعا يعني. والصوت الجميل ده حاجه شرف لينا جدا لما يقدم لنا حاجه زي كده يا فنانه. اكيد ممكن ان شاء الله حضرتك على بيت حضرتك تبقى في مصر او خليك ده جزء من الاصوات الجميله اللي ان شاء الله حققها في مصر. فحبيت ان شاء الله يطلع معانا هنا في حلقه باذن الله، هيكون بقى بيقدم لنا اغاني وطنيه واغاني للرياضه برضه باذن الله يكون برضه ايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خالص عزائي واتمنى لك يا رب الحلقه تكون يعني مثمره فنيا والناس طبعا انا شايفه البرنامج عندك في هدف مش مجرد ان هو برنامج فده شيء جميل. شكرا شكرا يا فنانة شكرا يا فنانة. طبعا بعد ما سمعنا صوت الأستاذ ناصر فكري ده حاجة كويسة جدا بنقدمها لأسرة الفقيد. أنا بشكره بجد، بشكره على الصوت الجميل ودي برضو أنا يعني حاجة أنا بقدمها لصديقي وأسرة صديقي لأن أنا ده أقل حاجة أنا ممكن أقدمها. أنا بعتذر طبعا لأن أنا كنت المفروض كنت النهاردة أكون في الدفنة. أنا لما وصل الخبر كان تقريبا بعد العصر
فما لحقتش ان انا اسافر، وطبعا ده هناك هيبقى اكيد في البلد، فانا عشان اسافر فهبقى سفر مش هلحق الحلقه. فانا اكون متواجد ان شاء الله في العزاء من الغد، وبعد الغد برضو باذن الله اكون متواجد، وهستلم كمان العزاء كواحد من الاقارب واصدقاء الفقيد. فطبعا انا عايز اقول لك حاجه يعني، او رساله انا عايز اقولها، كنت المفروض ان انا اوصلها لك او اقولها قبل ما تودعنا. يعني انا مش هقول لك غير انك هتوحشنا بجد، هتوحشنا يعني. انا اعذرني جدا يعني، انا الاسبوع اللي فات لما كلمتني على ان انا اجي لك العقيقه او كده، ما كانش بالنسبه لي ان انا اقدر اجي عشان الحلقه، وبعدين انا ما كنتش اعرف بخبر انك انت تعبان الا امس. يعني انا كنت متفق مع نفسي ان انا هاجي لك النهارده، سبحان الله ما لحقتش. كنت متفق مع نفسي ان انا خلاص يعني انا جاي لك النهارده، هتوحشنا يا حماده. طبعا عشان ما نطولش في موضوعنا، هندخل بقى على برنامجنا. وطبعا هنستقبل النهارده مداخلات كتير، وهنفتح التليفون لبعض المشاهدين لو اي حد عايز يتواصل معانا في اي حاجه. معانا مداخله عم رجب. عم رجب من بني سويف. السلام عليكم حبيبي عم رجب. ازيك يا كابتن؟ منور الكابتن، منور الشاشه يا كابتن هادي. والله حبيبي انت اخبارك؟ والله العظيم منور الدنيا كلها يا كابتن. انت باين عليك تعبان يا عم رجب، او في حاجه في صوتك؟ شويه كده بس شويه. الف سلام عليك. الله يسلمك، ربنا يخليك يا باشا. اتفضل يا باشا. اخرب بني سويف يا باشا، بنتابع برنامجك ده والله. بنسهر عليه، نتفرج عليه جميعا كده مع بعض، شباب يعني واصحاب. حبيبي وبرنامجك حاجة بتوصل الرياضة والله، وبناخد منها معلومات وبنستفيد والله. كتر ألف خير حبيبي عم رجب. بس أنت في حاجة طيب تعباك؟ طيب لأن أنا حاسس إن في حاجة تعباك، أو في حاجة في صوتك. والله أنا في المستشفى هنا كمان. ربنا يديك الصحة. طيب أنا سيب رقمك، أو أنا الكنترول هيسيب رقمك. يا جماعة سيبوا رقمه في الكنترول، وأنا بعد البرنامج حتى هتصل عليك وأطمن عليك كمان. لو موجود هنا في أي مستشفى كمان أنا هجي لك كمان. حبيبي عم رجب، شكرا عم رجب حبيبي. طبعا مداخلة عم رجب برضو يعني حاجة مؤثرة. يعني هو الراجل متابع البرنامج وبيتصل علشان برضو في تواصل ما بين عم رجب ومعانا، وسبحان الله في المستشفى. طبعا هنتكلم النهاردة، هندخل بقى في موضوعنا، هنتكلم عن الرياضة. أنا طبعا يعني اعذروني، النهاردة هكون خارج المود خالص. انا ماليش نفس اضحك ولا ليه نفس اتكلم بعد خبر وفاه صديقي، فاعذروني واستحملوني النهارده، انا هكمل معاكم بالمود ده، انا بعتذر. قبل اي شيء طبعا انا هتكلم النهارده على النادي الاهلي ونادي الزمالك زي ما احنا في موضوعنا، مش هغير كتير ولا هروح بعيد، هتكلم على النادي الاهلي ونادي الزمالك. في اخر تصريح لي أو اخر موضوع لي امس لما اتكلمت في حلقتي امبارح عن الانتقادات الحاده ما بين محمود الخطيب وما بين سيد عبد الحفيظ وبعض النجوم في الرياضه، كمان يعني في انتقادات على محمد صلاح، ودي برضو انا هتكلم فيها عن موضوع محمد صلاح. ان هو عمل تقريبا اعلان تبع مجله اسبانيه، فطبعا دي شغله، برنامج في مجله او في شركه دعايه واعلان تواصلوا مع صلاح، عايزين نعمل معاك اعلان. فطبعا محمد صلاح طبعا لما قالك انا في مبلغ جاي لي كويس واكيد في مقابل، وده شغل بالنسبه لي. فطبعا طب احنا نسيب مكالمتنا مع كابتن كاريكا وبعدين نكمل موضوع محمد صلاح. كابتن كاريكا، الو الو كابتن كاريكا. الو الو، اي السلام عليكم كابتن كاريكا، اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن هادي الله يخليك. انت عامل ايه؟ منور الدنيا الحمد لله. ولا بنروح حضرتك حبيبي والله، نور على برنامج جميل ده حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك. يا كابتن كاريكا مدير الفني لفريق 2003 بالقناه. ازي حضرتك؟ طبعا انا سامع وشايف شغل محترم جدا لنادي القناه لفريق 2003، وفي منافسه قويه ما بين ال 2003 وبعض الانديه في منطقه الاسماعيليه.
فطبعا طبعا انا شايف شغل حضرتك. طبعا انا عايزك تتكلم عن فريقك بالكامل يا كابتن، وتذكر برضو اللاعيبه المميزين معاك، وتذكر الاداء او طريقه خطه الاداء اللي حضرتك بتتممها في الملعب. والله فرقة 2003 فيها بعض العناصر المتميزة جدا، وإن شاء الله اللي هتمثل منتخب مصر وهتمثل نادي القناة في دوري ممتاز. برضو لو ذكرنا أسماء هيبقى مثلا الجون عاطف جون متميز جدا، جون موهبة، هيبقى مثلا قدامه في مؤمن وفي نبيل، اتنين مساكين كويسين جدا، وإن شاء الله هيبقى ليهم مستقبل في الكرة. في أسامة، في باسم، في عبد السلام لعيب كويس جدا، لعيب مميز. محمد بشير، محمد عبد السلام، يبقى عنده حلول فرديه يعني. في لاعب عندك محمد بشير باك ليفت، هو عندي محمد بشير لاعب كويس، اضافه كويسه، ده لسه جاي للسنه دي، اضافه كويسه برضه. طب تمام. في عندنا سفروت لسه جاي، اضافه كويسه يعني. الحمد لله الفرقه جالها اضافات كويسه جدا في الاختبارات، احنا لفينا مصر كلها في الاختبارات، جالنا اضافات كويسه جدا من خلال الاختبارات اللي عملناها. تمام. لفينا ضواحي مصر كلها، لفينا النجوم وكفور، لفينا مناطق كويسه جدا، جبنا كام لعيب لكل فرقه في القطاع وفي البراعم، جبنا كل فرقه فيها لا كل عن 3 4 لعيبه جداد السنه دي. في لعيبه متصاعده معاك من 2004؟ لا، هو انت فاهم حضرتك، احنا لسه كان في السنه اللي فاتت كنت ماسك السنه دي 2003، كان معايا بيبو واحمد عبد الرحمن، احمد محمد عبد الرحمن فرود كويس جدا وله مستقبل ان شاء الله، وكان معايا عمر، وكان معايا اللاعب اسمه طبلاوي، دول من 2004 كانوا متصاعدين معايا السنه اللي فاتت. طب انت معاك لعيبه متصاعده ل 2002 2001؟ كان معايا برضو المؤمن المساك، وكان معايا عبد السلام كان بيطلع ل 2002. تمام. و 2001 كان مؤمن المساك كان بيطلع لهم. تمام. ده كل ده كان بيطلع من السنه اللي فاتت، السنه دي لسه ما بدناش دوري. وطبعا هو الحاجه الوحيده اللي بيعاني منها نادي القناه من ضعف المسابقه اللي بيعاني بيشارك فيها، ما ينفعش هي القناه ما بتنافس كل سنه على الصعود، وبيحصل تقريبا على نقاط بالظبط يعني. احنا السنه اللي فاتت ما صعدناش بسبب بونت وتعادل ماتش وهارد لك ماتش، ان شاء الله تصعدوا السنه دي. ان شاء الله ان شاء الله طبعا، ربنا يجعل الكابتن حمزه وشه خير علينا ان شاء الله، وربنا يكرمه باذن الله ويصعد نادي القناه عليه الكابتن حمزه الجمال ان شاء الله. ما بتعملوش مباراه وديه مع الاهلي او مع الزمالك في القاهره؟ لا، هو يعني الايام اللي فاتت كانت ايام مضغوطه شويه، ما عملناش لديك الوقت. كان عندنا بطوله افريقيا كانت موجوده عندنا في اسماعيليه، وكان موجوده في ملعب القناه. فاحنا بدانا السيزون بتاعنا، بدانا فتره تعبان متاخرين شويه، كانت مثلا كنا رجعنا اسبوع واحد، وكان الاهلي والزمالك والناس دي بدات الدوري بتاعها. تمام. فما قدرناش ان احنا نتواصل او نعمل ماتش ودي معاهم. ما طبعا ال 2003 دبي، ال 2003 مع جمهوريه، فتختلف جدا. جمهوريه في الامور صعبه شويه. فلعبنا اهلي دبي. تمام. 3 اهلي دبي. لكن معسكره هنا في فندق توليب. تمام. وكسبناهم 3-2. تمام. بس برضه كانت في بدايه فتره الاعداد، ولعبنا كم ماتش كويسين جدا برضه، وعملنا كيك كويسه معاهم. طب كابتن كاريكا، كل الماتشات اللي بنعملها بتعملها مع فرقه اكبر مننا. تمام. الكابتن كاريكا حضرتك، انت لعبت طبعا قناه، لعبت القناه، وده لعبت نادي المصري، لعبت القناه والمصري، نادي المصري ونادي الجندي. تمام. كابتن كريك، انت طبعا هتشرفنا وهتنورنا هنا ان شاء الله في برنامجنا هنا، عشان تكون شرف لي يا كابتن. وانتظر غدا باذن الله صفقه ان شاء الله هتكون سوبر بالنسبه لك، وهتشكرنا بعديها ان شاء الله. اكون ممنون والله يا فندم. حبيبي شكرا كابتن كريك، واشكرك على البرنامج الجميل ده يا فندم. حبيبي يا كابتن، شكرا. كابتن كاريكا المدير الفني لل 2003 بنادي القناه. طبعا انا اصريت ان انا اعمل معاه لقاء، لان هو من الشخصيات المحترمه جدا، ومن الشخصيات اللي عندها فكر، ومن المدربين اللي هم ليهم مستقبل في كره القدم، وانتظروه قريبا جدا، وهو بالقناه بفريق القناه ان شاء الله عن منطقه اسماعيليه، معاه فرقه فعلا محترمه. انا شفت الشغل بتاعه، لا بجد هو مدرب هايل. فالسنه دي انا شايف منه على فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، فقريب منه في طريقه اللعب، وهو بيحب الكره النظيفه، بيحب الكره اللي هي فعلا كل هي من كوره، والاهداف الكثيره يعني، مش اللي هو 1-0 وكسبت الماتش وكده، لا يهمه ان هو يبقى يكسب 3-0 قدام في ان انا اقدر اهدف. هنرجع تاني لموضوعنا، هنتكلم على صلاح. صلاح طبعا
في انتقادات كثيره جدا عن المجله اللي هو تم تصويرها والممثله الاسبانيه اللي مش عارفه حاطه ايديها على كتفه وماسكه له البدله والجو ده. الناس احنا هنا في الشارع المصري احنا ليه من بنقف في طريق النجاح؟ هو طبعا الراجل خلوق والراجل دايما في عفوا دايما في الخير بيدفع وبيدي. فطبعا يعني دي نقطه يعني احنا عايزين نتكلم طبعا عن محمد صلاح بشكل طبيعي. هو احنا ليه بنقف في طريقه؟ ليه بنحبطه؟ ليه ناس كتير بتقف تتكلم مع ناس بتتكلم وهو طبعا لما بيشوف على السوشيال ميديا الجماهير بتنتقد، الجماهير مش عارف بتقول ايه، فهو ممكن تلاقي عنده حساسيه الرد، عايز يطلع ويرد، انا يا جماعه مش كده، انا مش كده. لاعب الكوره فينا لما بيطلع ويتكلم ويقول انا مش هكذا وانا كذا وارد وما اردش، انت كده بتثبت فشلك. زي تقريبا واحد تاني بيتكلم من داخل نادي الزمالك، بس ده انا هرجع له بعد اسلام لوما. نستقبل اسلام لوما من سينا. اهلا اسلام. اهلا، ازي حضرتك يا كابتن هادي؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، ربنا يخليك، منور دايما ان شاء الله. حبيبي يا اسلام، وانت كنت منور معايا هنا في حلقه سابقه، وطبعا انت منور الدنيا يا اسلام هنا وعندك في سينا. طبعا يا اسلام انا عايزك تتكلم وتاخد راحتك في الكلام. انت كنت قايل لي النهارده انك انت عايز توصل رساله ما وصلتهاش معايا لما كنت في البرنامج هنا، كنت قايل انك انت عايز توصل رساله وعايز تتكلم عن احوال في الفتره الحاليه بما اننا في شهر اكتوبر. اتفضل يا اسلام. في الاول والله احب اعزيك صديقك طبعا كابتن حماده، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له وصبر اهله يا رب. تسلم يا حبيبي. انا عارف هو عايز على حضرتك شويه، ربنا يصبرك ويصبر اهل رب. حبيبي يا اسلام، ربنا يكرمك. طبعا كابتن محمد جيوه، طبعا نادي رابعه في شمال سيناء. كابتن مين؟ كابتن محمد؟ كابتن محمد جوده طبعا. كابتن محمد جوده، تمام. بادئين فتره اعداد قويه ان شاء الله، بننهي السيزون ان شاء الله، بنستعد لمباراه الكاس يوم الخميس الجاي ان شاء الله مع نادي النصر في العريش. تمام. وبعدها باسبوع ان شاء الله الدوري قسم الدرجه الثالثه في شمال، اجل الظروف كده لمده اسبوعين ان شاء الله، فهنخلص ماتش الكاس باذن الله مع نادي النصر. نادي النصر طبعا نادي كبير وعريق في العريش طبعا. طبعا طبعا. ونستعد ان شاء الله لنادي 6 اكتوبر في الدوري ان شاء الله. وربنا وفقنا يا رب. احنا عاملين ان شاء الله كابتن محمد جوده عامل فتره اعداد حلوه جدا وقويه، وكابتن زكريا طبعا لسه ناهيين طبعا فتره الاعداد، كنا في الجبل طبعا وعلى الرمله طبعا، فتره اعداد قويه طبعا ان شاء الله اللعيبه باذن الله تستفيد بيها، وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. اسلام طبعا انت بتقول لي في الجبل وعلى الرمله، عايزك بس تتكلم الاحوال هناك في شهر اكتوبر، ومفيش اي قلق، مفيش اي اجواء تقلق لبعض اللاعبين او بعض السكان؟ لا ولا في قلق ولا في اي حاجه، الدنيا طبعا مستقره في سينا والاجواء تمام. يعني انا بروح باجي كل اسبوع الحمد لله وبنزل، مفيش اي حاجه. الاجواء سيبك انت من الاشاعات اللي هي بتطلع وضرب وكمائن والكلام ده كله، تمام. احنا قاعدين هناك في وسط سينا كمان، يعني احنا في شمال ونادي رابعه دوت في شمال سينا، والدوري بتاعنا طبعا في العريش والكلام ده كله في شمال سينا كله، وبنسافر وبنروح وبنيجي والدنيا مستقره الحمد لله والامن مستتب ومفيش اي حاجه من الكلام ده كله. وبالنسبه لذكرى اكتوبر طبعا كان هناك في سينا طبعا حاجه تانية خيال طبعا. اكيد تمام. طبعا ده ارض، طبعا ارض سينا طبعا اطهر ارض في يعني في العالم كله. طبعا طبعا سينا، احنا مش هنتكلم طبعا كتير عن سينا لان هي ارضنا، فطبعا يعني انا كنت حابب ان انا اتكلم معاك في الاحوال هناك في سينا ايه، وطبعا وعن برضو فريق رابعه اخر ما يحدث مع فريق رابعه. انت قايل لي ان الدوري قرب تقريبا، هيبدا غدا تقريبا حاجه زي كده ان شاء الله. لا الدوري عندنا اتاجل اسبوعين كده لظروف كده، فهيبدا ان شاء الله يوم 22 يوم 25. ده لمنطقتكم بس ولا ده لجميع؟ منطقه شمال سينا بس، اتاجل اسبوعين. المجموعه بتاعتنا طبعا مجموعه صغيره، فهم عايزين ينهوا السيزون ان شاء الله مع المجاميع اللي هي الثانيه، مجموعه الجيزه والقاهره والكلام ده وبحري والكلام ده. فهو اجلونا اسبوعين عشان خاطر ينهي ايه في نفس الوقت وكده،
وان شاء الله باذن الله نقدر نفرح جماهير الرابعه باذن الله، ونقدر نعمل لهم حاجه السنه دي. وطبعا بشكر مجلس الاداره، طبعا رئيس مجلس الاداره كابتن سالم علي عيد، وكابتن محمد عبد الغفار طبعا، وكابتن محمد طبعا عيد كل الشكر طبعا، وكابتن محمد جوده طبعا حضرتك طبعا عارفه، طبعا كابتن محمد جوده غني عن التعريف طبعا طبعا، وكابتن زكريا. يا رب ان شاء الله نقدر نفرح نادي الرابعه كده باذن الله، ان شاء الله. احنا برضو يا اسلام، انا عجبتنا قوي فكره ان انا انزل بكاميرتي سينا واصور الاوقات دي، وطبعا دي حاجه مطمئنه للساده المشاهدين ان يتفرجوا على برضو سينا. هنا الاحوال هناك الاحوال ماشيه، لا في ارهاب ولا الكلام ده خالص، وطبعا دايما عايشين في امان. لا حضرتك تشرف طبعا، ويا ريت والله تيجي طبعا انت تنور، وبعدين الاجواء هناك حضرتك طبعا تكون موجود وتشوف الدنيا، وتعرض طبعا للقاهره ومصر كلها طبعا الامن مستتب في سينا، والدنيا ما فيش الاشاعات اللي الكلام اللي بيطلع عليها دوت، الحمد لله. والدنيا جميله في سينا، وشعب طبعا شعب طيب جدا حبيبي يا اسلام، وناس كويسه جدا. انت في النادي يا اسلام دلوقتي ولا في البلد؟ لا والله ده انا كده في البلد، وان شاء الله مسافر بكره الصبح باذن الله، عندنا ماتش ودي باذن الله يوم الاحد مع نادي اسمه بالوزه شمال سينا، ان شاء الله ماتش ودي استعداد لماتش الكاس باذن الله يوم الخميس. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك ومنور دايما باذن الله، حبيبي يا اسلام دايما مشرفنا كده حبيبي يا اسلام. شكرا يا اسلام، شكرا حبيبي، شكرا حبيبي. ارجع تاني لموضوعنا، هتكلم انا كنت طبعا بتكلم في موضوع محمد صلاح. في ناس بتبقى عندها دافع الرد من بعض لعيبه الكوره، وفي ناس بتتجنب الانتقادات وتركز في مستقبلها. محمد صلاح هو طيب شويه، يعني ممكن تلاقي من جواه اللي هو مثلا في انتقادات من بعض الجماهير، في انتقادات من بعض المسؤولين في الرياضه، فبتلاقي لا بيحب يطلع يرد مثلا في تصريح شخصي بيتكلم يوجه الرساله. انا ما اتمنى انه ما يعملش كده، انا اتمنى ان هو ما يسمعش. وانا من فتره قال لك قطع عن كل السوشيال ميديا لمحمد صلاح، مفيش سوشيال ميديا لمحمد صلاح. انا اتبسطت، بدا يرجع لمحمد صلاح تاني، وبدا يرجع لمستواه تاني. فجاه محمد صلاح رجع للسوشيال ميديا تاني، فاتمنى لا ان هو ما يتجنب كل السوشيال ميديا ويتجنب الانتقادات ويركز، لان محمد صلاح فعلا فهو اسطوره، وهو فعلا عمل اللي ما عملوش اي لاعب مصري. ففي بعض المسؤولين في نادي الزمالك لما بيتكلموا، اللي منجح اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي رئيسه مدير الكره للنادي الاهلي، في منظومه محترمه. رئيس النادي كل واحد ليه مهام في النادي الاهلي فهو ايه مسؤول عنها. فريق كره القدم بالنادي الاهلي الفريق الاول، مين هو مدير الكره؟ سيد عبد الحفيظ. لا الخطيب يدخل له في شغله ولا يقول له انت بتعمل ايه، ولا رايح فين، ولا جاي منين، ولا عاقب مين، ولا ما تعاقبش مين، فهو كل المسؤوليه على سيد عبد الحفيظ. رئيس جهاز الكره بالكامل سيد عبد الحفيظ. كره اليد لها عضو مخصص ما تدخلكش، شايفك نجح كمل. كره السله، كره القدم، كره ايا كان، يعني ايا كان لعبه، فكل واحد له تخصصه يتعامل. انا رئيس نادي شايفك بتتعامل صح بدعمك، شايفك بتتعامل غلط وشايف ان الفريق مذبذب مش واقف على رجله زي ما احنا عايزين، لا بقدر ان انا اغير، بقدر ان انا ايه اقدر اتحول. النادي الاهلي مثلا بتلاقي سيد عبد الحفيظ بتلاقي بياخد انتقادات كثيره، فبيتجنب ما بيردش، ممكن يرد بطريقه ثانيه بس ما يردش على الشخص، او انا ماليش ان انا ارد. نفس الكلام الخطيب، طبعا احنا شايفين ان الفتره الاخيره في انتقادات جدا من الحاقدين، والاكراه الفشل والاكراه النجاح ويحبوا الفشل، لان هم فعلا بيحبوا الفشل، فعشان شايفين ان الراجل ده فعلا عالي عالي عليهم، فلازم يتكلم ولازم احبطه، وهو فاكر ان هو بيسمع له، ما بيسمعلوش، هو ما بيسمعلوش ولا بيبص له ولا بيركز معاه خالص. إدارة نادي الزمالك، احنا انا اتكلمت امبارح وقلت نادي الزمالك عنده مجموعه من اللاعبين ينافسوا على بطوله الدوري وينافسوا على بطوله افريقيا مع النادي الاهلي. انا مش هوضح قوي يعني، بس انا كل اللي انا عايز اوصله، يا ريت في نادي الزمالك كل حد في نادي الزمالك يشوف مهامه، يا ريت، لان احنا مفتقدين كره جميله
مش في نادي الزمالك، لا مفتقدين كوره جميله او دوري ممتع. بتبقى وحشه قوي لما بتلاقي فريق واحد هو بينافس على الدوري. وهو كل سنه احنا بقى لنا كام سنه النادي الاهلي هو اللي بياخد الدوري، مش مشكله لما نادي الزمالك ياخده. انا قبل كده قلت انا بعلن انتمائي وانا قلت انا اهلاوي، بس عندي هنا المحايده، انا عندي هنا محايده، لا هاجم على الاهلي ولا هاجم على الزمالك، بس لما هتكلم على النادي الاهلي انا هتكلم وانا بعتز جدا، ومن الناس اللي انا اتعلمت منها كثيرا محمود الخطيب واستاذ عبد الحفيظ. ياما انتقدوني وياما ناس كتير جدا اتكلمت عليا، وناس كتير قوي كانوا عايزين يحبطوني، وانا بسمع ومن اقرب الناس اليا وبسمع، وبشوف ناس بتحبطني وخلاص، يعني اللي هو بينتقدوني وبيتكلموا عليا. المعامله مني عمرها ما هتتغير، وهتفضل طول عمرها هي المعامله الجميله، المعامله الحلوه، لان انا مش زيك ولا انا زيك ولا انا زيك. انا كل اللي انا بقدر ارد عليك بيه هو نجاحي، صمت اسكت ما اردش عليك، بس لما انا اعرف ارد عليك بنجاحي اوصل للي انا عايزه اوصل له، وفي الاخر ساعتها انا هرد عليك واجي اقول لك انا نجحت، ما فرقش معايا كلامك، بس مش هقول له انت قلت عليا كذا، ولا اقول له والله سامحك، ولا انا ما وجهلوش اي رساله. كنت اجي اقول له ايه، انا نجحت وانا وصلت، احقد عليا ما تحقدش، دي بتاعتك انت، تتكلم عليا ما تتكلمش برضه دي بتاعتك انت، مركز في شغلي. انا لما اركز لك وانت بتنتقدني مش هعرف اشوف شغلي، ولا اعرف اركز، ولا اعرف اشوف مهامي. ما انا لما انا ارد عليك ابقى انا بعلم فشلي دلوقتي، لما انا اجي ارد عليك بوقي وبكلامي بعلم فشلي، بعرف ان انا مش قد النجاح ومش قد الطريق اللي انا عايز امشي، فبحاول ان انا اتجنب اي حاجه تزعلني تاثر فيا، احاول اسمعها واطلع اخد من هنا اطلع من هنا، لان انا لما اخد الكلام ده اجي اواجه لده، انت ليه بتقول عليا كده يا باشا؟ هو واحد مش طايقك، واحد كاره لك النجاح، هتروح تواجهه هتقول له ايه؟ هتقول له انت ليه بتقول عليا كده؟ هقول لك لا والله ما قلتش، انت سمعت غلط، انت ممكن اللي انا قلته وقال لك ده قال غلط، سمع غلط. هتلاقي ايه؟ الكلام ملوش اي لازمه، فملهوش لازمه ان انا اجي اواجهك. أن المواجهة بالنسبة ليك نجاح، لا أكتر ولا أقل. زي مثلا كان في مشروع خطوبة أنا هخطبه كده، كان في مشروع خطوبة، يعني في بعض من الناس اللي هم يكرهوا لي النجاح ويحبوا لي الفشل دخلوا بوظوا الدنيا. طبعا يعني أنا بسبب حاجه زي كده كنت متعلق ومرتبط بواحده، انا هتكلم وهتكلم عن شخصي، انا ما مش انا عادي اعذروني خرجت عن الرياضه شويه، لان انا فعلا ممكن يكون دم محروق شويه زي ما قلت لكم في بدايه حلقتي، يعني النهارده هكون خارج المود، فاعذروني ممكن اكون ما اتكلمتش كتير عن الرياضه واتكلم عن حياتي الشخصيه، فانا عايز اعبر واطلع اللي جوايا. انا مكسور من جوايا كسرتين، كسره اولى فقدت صديقي، فقدت صديقي النهارده، والكسر التانية اللي أنا بسمعه، اللي أنا بسمعه عليا واللي أنا بسمعه الكلام اللي بيتقال، فأنا ما حبيتش أرد بالوجه، يعني أنا حبيت إن أنا أرد هنا وأقول أنا مش هاجي أواجهك ولا أجي أرد عليك. فطبعا اعذروني إن أنا دخلت في حياتي الشخصية شوية. فأنا لا أنا طبعا يعني أنا كنت بحب واحدة وبقالنا 6 سنين مع بعض وارتبطنا ببعض. فانا يعني خلاص يعني هو مشروع خطوبه هخطبها خلاص، يعني ما فيش اي مشكله واتفقنا وكل حاجه. فايه لما يجي واحده مش طايقه لك النجاح وعايزه انك تفشل، يا تكون ليها، يا عايزه يا تكون يا تفشل، يا تكون ليها هي بنجاحك مش ليها بنجاحك، لا انت تفشل. ما هو كده، انا عايزاك كده، انا بحبك وانت كده مقدم برنامج وناجح وكل لاعبين مش عارفه معاك ايه وايه الحسد. انا انت عارف عارفين انا بص انا كل الشكر لوالدتي قبل اي شيء، لان هي بخرتني قبل ما انزل والله العظيم، يعني هي ماسكه الطبق وبتبخرني انا بكيت
بكيت من اللي جوايا واللي بسمعه واللي بشوفه. فطبعا لما هرجع وهتكلم عن موضوعنا، بس هكمل موضوعنا بعد الاتصال ده، يعني بعد اتصال كابتن محمد مراد. اهلا بك يا كابتن. يا كابتن هادي، اخبار حضرتك؟ منور الشاشه يا كابتن حبيبي. حبيبي يا كابتن محمد، ربنا يكرمك. اول احب اعزيك الكابتن حماده. حبيبي حبيبي، ربنا يرحمه ويسامحه ويصبر اهله ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك. حبيبي حبيبي يا كابتن، الله يخليك. طبعا احنا هنتكلم بقى على فريق العمل اللي معاك والنشاط الرياضي اللي حضرتك مقيمين بيه انت والكابتن سيد بمدينه الصف. وانا والكابتن سيد كمال وكابتن جمال سيد مسؤولين عن فريق مواليد 99 بنادي الصف. وطبعا بيسعدنا ان يكون الكابتن هادي بقى يعني وشركه الاتحاد سبورت تكون موجوده معانا هنا في الصف ان شاء الله. تمام تمام طبعا ان شاء الله قريبا جدا في افتتاح فرع في مدينه الصف باذن الله. ان شاء الله بفريق العمل بحضرتك والكابتن سيد. طبعا انت عارف حضرتك احنا هنا يعني في مدينه الصف وضواحيها وقراها عندنا مواهب كثيره جدا. طبعا طبعا يعني احنا عندنا في اولاد ان شاء الله واحنا هننزل المدينه لاختيارات المواهب دي لتسويقهم للانديه باذن الله يا كابتن محمد في اقرب وقت. انت طبعا كلمتني ان احنا نفتتح فرع هناك، فطبعا انا لما اتكلمت معاك قلت لك انا لما هاجي هعمل حاجه لازم تكون على مستوى عالي. نفتتح فرع بمكتب محترم في مدينه الصف وعلى ملعب محترم وهتكون فيه شغل كويس جدا من شركه الاتحاد السبورت باذن الله. هو طبعا الشركه هتنورنا يا كابتن هادي، وبعدين انا زي ما بقول لحضرتك احنا الحمد لله عندنا مواهب كثيره جدا. طبعا وده كان بشهاده الكابتن فاروق جعفر زمان، يعني الكابتن فاروق جعفر كان قال لو عايزين مواهب تشوفوا من الصف وانتوا رايحين لابني يعني. معانا طبعا. وبعدين طبعا يعني برضو احنا يعني عندنا لعيبه موجوده في نادي سموحه زي محمود عزت وفي النادي الاهلي، لان هنا احنا منبع مواهب يا كابتن هادي. طبعا 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 في عندنا اولاد مواليد 2010 و2012 في اقرب وقت يا كابتن محمد ان شاء الله احنا نازلين في اقرب وقت زي ما اتفقت معاك. طبعا انا كده كده بعد البرنامج او غدا انا هكلمك لاننا هنحدد الميعاد، وطبعا هتكون منورنا هنا ومشرفنا برضو في حلقه باذن الله انت والكابتن سيد، علشان برضو هنتكلم عن الفرع وهيبقى بدايته ازاي والافتتاح هيكون برضو ازاي ومن اللي هيكونوا المدربين موجودين برضو في الشركه في بفرع مدينه الصف. كل ده هنتكلم هنا مع بعض في الحلقه باذن الله يا كابتن محمد. هو طبعا يا كابتن هادي احنا هنتشرف بوجود شركه الاتحاد عندنا حبيبي، وان شاء الله احنا بنتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق لانك انت انسان امين وانسان طيب. حبيبي يا كابتن محمد، ونتمنى لك التوفيق في حياتك شكرا. الشخصيه وفي حياتك العمليه. شكرا يا كابتن محمد حبيبي، ربنا يكرمك. حبيبي يا كابتن، شكرا الله يخليك، شكرا باتصالك لينا يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن. كابتن محمد مراد مدير فرع شركه الاتحاد سبورت بمدينه الصف، فطبعا هيكون في شغله كويس جدا لمدينه الصف واهالي الصف لانهم كلموني كتير جدا، وان شاء الله احنا بنرحب بيهم وهنرحب بيهم اكتر واكتر، ولما ننزل هيكون في تعاون كويس جدا وهيبقى في شغل كويس جدا على مدينه الصف. فطبعا انا اسف جدا، انا بعتذر على كلامي ده، محدش انا بتمنى ان محدش يزعل مني خالص، لاني انا النهارده طالع. طبعا انا زي ما بقول لكم طالع مخنوق، عايز افضفض، عايز اتكلم، مش عيب. انا النهارده ما حبيتش اطلع معايا حد في حلقتي النهارده عشان عايز اتكلم، عايز اوجه اللي جوايا، مش عايز اوجه حد بوجهه كده، لا انا عايز اطلع اللي جوايا. يا ريت الناس تفهمني كويس وتفهمني صح. انا لما بتكلم كده وبطلع اللي جوايا ده هتلاقي كتير قوي ممكن يحس باللي جوايا، وهو برضو هتلاقي لو في جزء صغير غلط جواه هيعدله، ده لو هو متابعني وشايفني هيعدله. اللي بينتقدني ده لما يسمع انا ليه ما بردش عليك وايه هو نسبه النجاح ان انا ما بردش عليك، ممكن يبقى زي، وممكن يبقى يعني انا ممكن تكون الرساله وصلت له برضه، وممكن يبقى زي، وممكن يبقى خلاص لا انا ما ردش، انا ما اتكلمش على حد، ليه ما تمنوش النجاح؟ ليه بيبقى الاقي نفسه كده يجي يكلمني ويعتذر لي؟ ساعتها كده بقى قلبي ارتاح. لما اجي الاقيه كده بيجي يواجهني ومعلش انا اسف انا قلت،
وبيعتذر لي، هاخده في حضني، هاخده في حضني. طبعا يعني انا زي ما بقول لكم على حياتي الشخصيه بقى، لما انا كنت خلاص هخطب، فدخلت واحده يا ليا يا اما ايه يا تفشل بعد ما اتفقت. فدخلت وقعت العلاقه، وقعت بينا، الاقي بتنتقد كتير فيا، الاقي بتتكلم فيا، وفجاه الاقي من ناحيه تانية بتبعت لي عايزه ايه، عايزه انا اكون ليها. يا رب بس تكون الرساله وصلت. انا مش عايز اكمل برضو في الموضوع ده تماما، يعني يا رب بس تكون الرساله وصلت اللي انا عايز اوصلها له. وبعتذر مره اخرى للساده المشاهدين، اعذروني. طبعا انا خارج المود النهارده، بتكلم بقلبي مش بتكلم بعقلي، عشان نكون بس متفقين، انا بتكلم بقلبي مش بتكلم بعقلي. انا عشان انا مش وحش مع حد، ولا انا عملت حاجه وحشه في حد، ولا انا اذيت حد، فعشان كده بتكلم. ما احبش ده يكون لي انا، ما احبش حد ياذيني، انا مش وحش. ممكن يكون في حد واخد فكره ان الكابتن هادي وحش، عشان هو اساسا شاف نفسه ان الكابتن هادي اثر عليه، وهو اصلا ممكن يكون هو اثر في حق نفسه، مع ان انا ما اثرتش مع حد. دايما انا لما كنت بتفق مع نفسي ومع اللي انا بواجهه، كنت دايما انا بحاول ادكن قوي في الكلام معاه، كنت بحاول ان انا اتكلم واقول هعمل كذا وهعمل كذا، وادكن في الكلام معاه علشان ما يحصلش اي خطا، عشان ما يحصلش اي خطا، عشان انا عايز انجح، عايز اوصل. السنه دي واجهت مشاكل كتير قوي. السنه دي طبعا واجهت مشاكل كتير قوي. طبعا انا هستقبل مكالمتي مع الكابتن عماد، مع الاستاذ عماد شلبي، صديقي وصديقه البرنامج والقناه، وبعدين اكملكم ايه واقول لكم ايه مشاكلي. اتفضل استاذ عماد. حبيبي أخبرك. حبيبي ازيك يا استاذ؟ حبيبي منور. ايه يا ابو الكباب؟ ايه مالك؟ والله اهو الحمد لله. هنعمل طب ايه يا استاذ عماد بقى؟ يعني بنحاول نوصل رسالتنا زي ما احنا عايزين بقى. طب هنعمل ايه؟ انت اكتر واحد قريب مني وعارفني. انت حبيبي وعارفك كويس، وعشان كده انا اقول لك بس حاجه بسيطه. اتفضل. يعني كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا طول ما بصخر فتعطي اطيب الثمر. طبعا طبعا. بص حبيبي، انت الحمد لله انسان محترم جدا. طبعا حبيبي. والنار على العلم. بص واترك المهاترات دي جانبا علشان تنجح، لانك ناجح. تمام؟ تمام. والاستمراريه هي اللي هتطغى على اي حاجه. انت انسان ناجح الحمد لله، وانا اعرفك كويس، برنامجك ناجح جدا حبيبي يا استاذ عماد، ربنا يخليك. واي حد في الدنيا يتمنى التعامل معاك. استاذ عماد، انت كلامك ليا وصل لي من زمان، مش محتاج تقول، والله كلامك ليا وصل لي من زمان. وانا من الناس قلتها امبارح، من الناس اللي فخوره بمعرفه حضرتك. ربنا يبارك لي فيك، وعايزك ارمي اي حاجه ورا ظهرك. انا عايز ابص. ما انت عارف ان انا بعمل كده، انت عارف ان انا بعمل كده، بس انا يمكن الرساله دي انا عايز ليه بتكلم يا استاذ عماد في النقطه دي؟ لان انا في السنه دي زي ما قلت لحضرتك ان انا واجهت مشاكل كتير قوي بسبب الانتقادات دي. ايوه. فانا ببقى شايف وبواجه المشكله وبقول الحمد لله، وبقول الحمد لله، وما باجيش اواجه المشكله دي. طيب انت تعلم جيدا ان الانسان النجح لابد بتقابله الحاجات دي. طبعا طبعا طبعا. مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا حبيبي. فخلاص نرمي ظهرنا، انا عايزك تنطلق زي ما انت ماشي. احنا متابعين برنامجك وبرنامجك جميل جدا. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. وحبيبي انت انسان ناجح. استمر على كده. استاذ عماد ده الكلام ده برضو انا ده شرف ليا جدا من حضرتك. وقبل اي شيء طبعا احنا لينا لقائنا كده كده الخميس عشان تكون فاهم. ونتكلم براحتنا برضه في الموضوع ده ان شاء الله. لنا قعده مع بعض الخميس ان شاء الله ونتكلم ان شاء الله يا سعاده. وشد حيلك بس، انت على فكره لما بتندمج بتبقى جميل جدا. حبيبي حبيبي انت عارف بقى النهارده. حبيبي يا باشا ربنا يخليك يا رب. بالتوفيق وسلامي لجميع اسره البرنامج المحترم. يوصل يوصل يا باشا، يوصل اسره القناه بالكامل. يوصل يا باشا حبيبي. شكرا شكرا استاذ عماد. شكرا حبيبي. طبعا استاذ عماد ده صديقي وحبيبي جدا، من الشخصيات المحترمه جدا
لا انا فعلا اتشرفت بيها ومعرفتي ليها، وانا بعتز جدا بيها بجد يعني. فطبعا يعني عشان بس وقت برنامجنا، انا هتكلم بس عن المشاكل اللي انا واجهتها السنه دي اللي ممكن تكون عرقلت لي في نجاحي. اول مشكله بسبب الانتقادات وبسبب الكلام عليا، انا مش هقول ان انا وقعت، لا انا لسه واقف على رجلي، طول ما انا فيها الصحه مكمل، طول ما انا فيها الصحه ايه مكمل. بس بعض الناس اللي بتخبط فيا او بتتكلمني او كارهه نجاحي وعايزاه الفشل، لا بحاول ان انا السنه دي بقت بوصل لمرحله ان انا بقى بتحدى ده، بقتش مركز في شغلي ولا عارف اركز، بقيت اتحدى المشاكل اللي انا بواجهها. مش باجي ارد، انت بتخبط فيا وبترمي عليا مشكله، بحاول انا احلها، ما بحاولش ارد عليك، بحاول انا احلها، ما بجيش اتفاوض معاك واقول لك حل لي مشكلتي ولا 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 ولا، لا، ولا اجي اواجهك انت ليه عملت كده وليه، ولا اقول لك انت ليه قلت عليا كده، بس بحاول ان انا احل مشاكلي. الحمد لله انا ما فشلتش، بحاول انجح اكتر واكتر، وهنجح وعنده طموح وتحدي، وهكسب التحدي وهكسب التحدي. بس يا ريت اللي ممكن يكون بينتقدني، انا عارف ان هو قاعد بيتفرج قدامي دلوقتي، انا مش بص، هو مش واحد ولا اتنين، لا ده كذا واحد، ده كذا واحد، في ناس كتير قوي ممكن تكون منها بتتفرج عليها دلوقتي. بس ممكن تاخد دي معلومه ليك انت، مثلا ليه ما كنتش كويس؟ انا لما ابقى كويس واتمنى الخير للجميع، ربنا هو اللي هيتملي، ربنا هو اللي يعمل لي كل حاجه انا نفسي فيها. اتمنى الخير بس للناس واللي حواليك واللي جنبيك وده 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 والاقرب الناس ليك، لان انت ممكن ما تنتقدش او تحبط اللي هو اقرب الناس ليك. اصلا ده قريبي، ليه ما كنتش زيه وانا؟ اللي هو احسن مني في ايه؟ على فكره بس علشان نكون متفقين، مش اقرب الناس ليا قوي يعني، مش اقرب الناس ليا قوي يعني. ناس ممكن يقول لك بيقصد حد كده، لا مش اقرب الناس ليا قوي يعني، بنتكلم ممكن من الاصدقاء، من العيله مثلا، من هنا لهنا، فاهمين؟ بعتذر جدا. انا طبعا انا كنت طالع النهارده اتكلم على النادي الاهلي، وهتكلم على نادي الزمالك في بطوله الدوري، وهتكلم على المنتخب المصري طبعا هيلعب مباراه وديه يوم الاثنين، كنت طالع ان انا اتكلم وكنت محضر لكده بصراحه. فطبعا لما طلعت البرنامج، وطبعا الاستاذ ناصر فكري لما طلع دخل معانا بالاغنيه دي، فخلاني خرجت عن المود بصراحه، وانا بشكره برضو يعني، هو ما احبطنيش ولا حاجه، لا هو انا بشكره. وبعدين يعني انا ده تعبير مني انا لصديقي، وتعبير مني للساده المشاهدين، وبتمنى ان يكون الكل فهمني ويكون الكل قدرني وحس بيا، ويا ريتوا سندوني وقفوا جنبي، علشان انا فعلا عندي كتير ليكم للكل. انا بشكركم، وانتظروني في حلقه جديده يوم الخميس القادم. وطبعا انا بشكر جدا الاستاذ عزت المخرج، والاستاذ تامر، والاستاذ محمد دوري، والاستاذ محمد ملكي. الف شكر، السلام عليكم.